طيب وكانت توقعاتك كما جاءت في القسم الأدبي؟ نعم، القسم الأدبي دائما قلنا إن بتصدر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أي هي القائمة. كان من 3 4 سنين كان بيليها الإعلام، نعم لكن دلوقتي بدأت الألسن زي ما عملت، أصبحت الصيدلة بالنسبة لعلم علوم، أصبح أي الألسن أو الإعلام توارث بعد الألسن بالنسبة للقسم الأدبي. هم ومن هنا كان الاقتصاد والعلوم السياسية 86 و64 من 100%، هم يليها الألسن مباشرة 84 و51 من 100%، ثم الإعلام هم 83 و65 من 100%، وأخيرا بالنسبة للكليات ما يطلق عليها القمة، كلية الآثار، يبقى 80 و73 من 100%. مرحلة هيتم التانية، هيبدأ التعامل معها امتى للطلبة؟ قبل المرحلة الثانية دي عايز بس أطمن السادة أولياء الأمور والطلاب على اللي هم لم يجدوا أماكن بما يسمى بكليات القمة هذه في الجامعات الحكومية، ايوه هيكون لهم أماكن متاحة أيضا في الجامعات الخاصة والأهلية. ايوه وده عندما أعلن اليوم إن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب في الجامعات الخاصة والأهلية 80%، 80 ولكن في جامعة الجلالة وجامعة العالمين 77، وجامعة سينا بفرعيها سواء اللي في العريش أو اللي في الأنطرة، ايوه وأيضا معها جامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الشمالية الجديدة 75% يبقى بالنسبة للطب. الجامعات اللي حضرتك قلتها دي الطلبة هيلاقوا أماكن في كليات بالضبط، الطب فيها. وكذلك بقية كليات الأخرى. إنما المرحلة الثانية أيوة هتبدأ إن شاء الله بكرة، ودي أكبر مرحلة في تاريخ مكتب التنسيق كعدد، أيوة يصل عددها 350 ألف طالب يا خبر أبيض. وطالبة في الحد الأدنى ده. بس في النهاية أنا باخد كتلة يا أستاذ عز نعم عشان نعم ألزحها، نعم يعني ده نعم مش مؤشر إن هيلحق المرحلة الفلانية ولا ما يلحقش، هي بناء على المجموع هو المحدد للمكان طبعا اللي ممكن هيروحه طبعا. للطالب. الفرص الحد ايه؟ الأدنى، ايوه الحد توقعاتك الأدنى ايه؟ بالنسبة للمرحلة الثانية بالنسبة لشعبة علم علوم 60 و98 من 100%، وبالنسبة للشعبة الأدبية 58 و5 من 100%، وإجمالي الطلبة في شعبة علم علوم 259 ألف، ولكن بالنسبة للشعبة الأدبية لأن الجزء الأكبر اتعمل في المرحلة الأولى أصبح دلوقتي 60,688 طالب وطالبة بإجمالي ايه 350. هي توقعاتك هيلاقوا فرص لغاية حد أدنى كام؟ شوفي حضرتك، هو الأماكن اللي هتتبقى بالنسبة لقسم علم علوم هتبقى محدودة في كليات الطب البيطري وكليات، بس هنا جزء مش كلها، يعني ايه هو مفهوم. تم شغل نسبة منها، ايوه ولكن بتستكمل في المرحلة الثانية ايوه كليات التمريض وكليات الطب البيطري، وهيتساوى بقى بعد ذلك كليات التجارة وخلافه، وكليات حتى لأن الكليات الأدبية ايوه كثير منها بيقبل طلاب علم علوم أيضا ومجموع أقل، يعني نعم نعم فبتبقى طيب متاحة أكثر. بس هما دي ما تبقاش رغبتهم، يقول لك أنا داخل علم علوم مش عشان أخش تجارة، مش ايوه داخل علم صحيح علوم صحيح ما أخشش مثلا حقوق وهكذا ايوه يعني. ايوه إنما طب هي تبقى طيب رياضة، ما هو دلوقتي رياضة ما فيش بالنسبة فرص في بعد الهندسة. الهندسة هيتبقى أماكن، بعض الأماكن قد تصل إلى حوالي 30% في كليات الحاسبات، وبعض كليات اتغير اسمها من كليات الحاسبات وأضيف لها كلمة الذكاء الاصطناعي، يعني مش موجودة في كل الجامعات الحكومية، ولكن برضو أعدادها محدودة، يعني ما بتاخدش أعداد ضخمة نعم زي كليات الهندسة على سبيل المثال. وبعد كده بيبقى المعاهد العليا الخاصة الهندسية نعم هي اللي متاحة لطلاب المرحلة الثانية بالنسبة لشعبة الرياضيات. الباب مفتوح لان هم يسجلوا للطلبة لغاية امتى يا استاذ رفعت؟ من 3 بكرة إن شاء الله
لحد يوم السبت القادم، لحد يوم السبت اللي جاي. خلينا برضو طول المرحلة الثانية كلها بالكامل. بيحصل تطور، نتواصل مع حضرتك عشان نشرح الوضع للطلبة والأولياء الأمور. بشكرك فندم، شكرا جزيلا. النهاردة كان في اجتماع